بالنسبة لرمضان السنة يعني الأسعار تمام متوفرة والإنسان عايش طبيعي بدون إزعاج. يعني مثلا هو فرض في ناس بالصوم وفي ناس ما بالصوم، إذا مريض كان سابقا ما في مجال أيام 11 مريض مالك مريض فورا حطوك بالسجن، عاقبوك جلدوك بهدلوك حطوك بالساحة هون قدام العالم إهانة وذل بالنسبة ل 11. بالنسبة ماخذ حريتك تمشي تمام ما حدا يزعجك، يعني منطلق بكل شيء والاسعار هاديه والامور كلها تمام.